يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندنا قطعتين أليفات، هاي الأولى، هاي نثية زايفة، هاي نثية زايفة كبيرة ومبيضة، أوكي، وهذا فحل، فحل مال هالسنة، باع وجهه بعده ما ميبس من قارة، بس ما شاء الله خشن كلش، عنده يمكن ريشة ذيلة إيه ريشة ملحة وبجناحها همين يعني بعده ما مكمل. بس طير خشن حلو فحل هذا وشوية حرك، قلت لكم لأنه الطيور كلها جديدة عندنا، يعني ما قاعدة تلحق تستقر عندنا، دنبيعهن أو دنطلعهن مجرد أنه يأكلن من الإيد فقط، يعني ما مشيكن يطلعن أو ما يطلعن برا القفص، فقط يأكل من الإيد. هاي شوفوا هذا الفحل جد حلو، وهاي النثية الزائفة. تحياتنا. فول زايفة، حتى على الإيد زايفة، على طقة الإصبع زايفة.